تخيل لما يكون في حد عنده مجموعة كبيرة من الفنادق والمنتجعات السياحية بره وجوه مصر وقرر يعمل مشروع في الساحل الشمالي، انت متصور المشروع ده هيبقى ناجح ازاي؟ اتفرج على فيديو المشروع في دقيقة وهتعرف اهم التفاصيل عن المشروع الجديد أزهى الساحل الشمالي في دقيقة واحدة بس. كلنا عارفين ان كل ما بتدخل في اتجاه راس الحكمة المية بتبقى احلى، علشان كده اختاروا لوكيشن المشروع على خليج الفوكة بالظبط في الكيلو 214. وبما اننا كلنا بنروح الساحل عشان البحر، فتصميم الماستر بلان معمول بطريقه فيري سامبل وفي نفس الوقت مميز جدا، بحيث ان كل الوحدات تكون شايفه ميه سواء بحر او لاجون. وعلشان خبره الشركه الكبيره في المجال الفندقي والسياحه، فقرروا انهم يريحوك ويسلموك الشاليه او الفيلا بتاعتك متشطبه بالتكييف والمطبخ كمان، يعني الفرش بس اللي هيكون عليك. لو عجبك المشروع سجل بياناتك معانا وهنتواصل معاك بتفاصيل اكتر وازاي ممكن تحجز في المرحله الاولى.